خير يا فندم. راجل مات يا شبران، مات والكلاب ناشرين فيديو اعدامه. لا حول ولا قوه الا بالله. بس ازاي ده يا فندم؟ يعني خطفوه اعدموه ونشروا الفيديو في يوم واحد؟ دي مش طريقتهم. عايزين يخلصوا منه عشان عارفين ان احنا نقلب الدنيا، ويمكن يكون عايزين يسيبوا المكان اللي هم فيه ومش عايزين ياخدوه معاهم فخلصوا منه. طب الفيديو مش مبين المكان اللي هم فيه او اي حاجه تدلنا على المكان ده؟ ما ده اللي انا جايبك عشان اشبره. انا وانت مش غرب عن سينا وحافظينها شبر شبر. هنقعد دلوقتي على الفيديو ونحاول نطلع اي علامه توصلنا للمكان ده. الراجل ده مات عشان ساعدنا نجيب حق رامي حسنين. دلوقتي واجب علينا ان احنا نجيب له حقه، اكنه واحد مننا بالظبط، عشان هو فعلا واحد مننا، زي ما كان واحد من الابطال زمان اللي حاربوا الاسرائيليين وهو صغير. النقيب شبراوي والظابط سباعي يشتغلوا معاكوا عشان دايما لازم نبقى جاهزين. تمام يا فندم. في واحد على البوابه سيادتك طالب يقابلك ومش راضي يقول اسمه. كل اللي بيقوله ان هو جاي بخصوص واحد اسمه حسان. الشيخ حسان ما كان عنده اولاد حضره الظابط، كل اهل سينا كانوا بيعتبروا ابوهم مثل ما كان بيعتبرهم ولاده. عاش رهف في حب سينا، حارب وجاهد وحرر الارض من الصهاينه من هو عيل صغير. بعد عاش يصلح بين الخصوم ويجرب بين المختلفين. ما خاف غير من ربنا، ما طلب غير رضاه، وما سعى غير في الخير وللخير. واليوم صار طار وطار اهل سينا كلها، كل قبيلها، بشرقها بغربها بشمالها بجنوبها. بس كل بريء على ارض سينا طار وطار سينا كلها، مش طار الشيخ حسان لوحده. خلينا في الشيخ حسان الحين يا حضره الظابط، عشان الشيخ حسان هو اللي علمنا ان شعب سينا وجيشها جسد واحد وروح واحده. ومات وهو بيدفع ثمن ان ما سوينا بنصيحته وما حققنا رغبته وتاخرنا فيها. والحين آن الاوان نصلح الغلطه هذه عشان الشيخ حسان يرتاح في نومته. انا ما جاي الحين اكلمك باسمي، انا جاي الحين اكلمك باسم شباب سينا كلها. شباب سينا اللي عاش يحب الشيخ حسان ويحبه، يسمعوه ويسمعوا عنه ويتطلعوا فيه. انا جاي اليوم احط يدي في يدك لحين ما نلقى قتلة الشيخ حسان وناخد بطارة. ايش قلت؟ انا عارف زين انك لازم ترجع لقيادتك. ان شاء الله الموافقة هتيجي، بس انا كنت عايز اعرف يعني انت ممكن تساعدنا ازاي؟ يعني المعلومات دي مؤكدة يا فندم؟ انا ايش مع رجالة العمليات لحد ما تجهز انت والرجالة. على فكرة سالم اداني شوية اماكن ممكن يكون الشيخ حسان اتعدم في واحد فيهم، وكلهم شبه الاماكن اللي في الفيديو. هنقسم نفسنا دوريات وهنطلع نستطلعهم كلهم. انا وانت سباعي كل واحد هيتحرك بمجموعته، وسالم ورجالته من قصاص الاثار هيبتدوا ينبشوا ورا العيال ويمسحوا الارض شبر شبر. أنا وصلت يا فندم. حرك أنت يا شبراوي وخلي بالك من نفسك، إحنا جايين في الطريق. خليها على الله يا فندم. الواحد يركز في الاتجاه اللي بنتكلم فيه يا رجالة. عدوا من الانفاج واختفوا بعيد لحين ما الامور تهدى بعد اللي سووه. ما يلحقوا يا حداد، هدول الكلاب حوالينا هني، احنا اللي ما عارفين نوصل لمكانهم. وايش العمل الحين؟ العمل عمل ربنا، هنكمل لحين ربنا ينور بصيرتنا ويعطرنا فيهم. هذا حق الشيخ حسان علينا الله يرحمه.
وبإذن الله وصلنا إلى عشانه، ما هو عشاننا. أشهد الله إني عشت على دين الله وأموت على ديني، أموت على يد فئة ضالة ستلفظها هذه الأرض كيف ما بتلفظ البطن الوكل الفاسد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. غريبة شوية موضوع ان كل الاماكن اللي قالينا عليها تطلع فاضية. الراجل جالنا لوحده ومحدش جبره على كده، هيكذب ليه؟ بعدين لا سمح الله يعني لو فينا الغدر كان زماننا واحنا ماشيين هنلاقي كمين معمول لنا، وزماننا دلوقتي مش قاعدين القعدة دي. مظبوط يا فندم، خصوصا ان المخابرات اكدت فعلا ان الاماكن دي كانت مرصودة، يعني وارد ان هما كانوا هناك فعلا واخلوا المكان بعد خطف الشيخ حسان. مظبوط يا شبراوي. يعني سيادتك مال ايدك منه؟ جدا، كأنه واحد مننا كمان، كلمته واحدة وسيف على رقبته، خصوصا كمان بعد موت الشيخ حسان ده خلاه يشوف حاجات ما كانت شايفها قبل كده. هي دي بس الحكايه. طب والعمل دلوقتي يا فندم؟ ان شاء الله العمل يجي من عند ربنا، حق الشيخ حسان عند ربنا وربنا مش هيسيب حقه يضيع ابدا. المهم بس اول ما ربنا يبعت لنا العلامه دي نبقى جاهزين.